الو، انا اسفه استاذ جميل انه عم بحكي معك على البيت، بس في مراجعين كتير عم ينتظروك. يعني يستنوك لسه الساعه 12. على فكره الاستاذ وسيم مرق لعندك واستناك بالمكتب، ولما ما اجيت راح، قال بيحكي معك التليفون. يلا عم يستنوك، مع السلامه. ما بحب العكي على التليفون انا. لا لا، بس ضلي اشربي مي. كثير اشربي. كم كاسه شربتي اليوم؟ ساويهم 9 مشان ما تدبل الورده. ايه، مو بس انت، وانا كمان اشتقت للمكتب. حلوه منك، حبيتها. ايه لا. لك عيب، ما بحب بين النكات انا. ماشي. ايه الله معك، مع السلامة. حتى بالقفلة يا حريق. والله خلص كلوي. الله معك، باي. اوكي ما بتأخر ان شاء الله. اوكي باي. لا معلش، محظورة ما بقدر. خلص وصلي. يلا باي. الله معك، مع السلامة. باي، انت مو بس وردة مفتحة، ومن فتحة كمان كتير. أكثر ما بتتصوري. مو بس من فتحة، وأوكي وعلى الموضة وحكياتها بيطيروا العقل. نكتي عندك النكتة بتخلي الواحد يغشى. ما شفتيني رح أغشى قبل شوي. الحمد لله اللي صار عندك سكرتيرة مثل العالم والخلق، مو مثل أمان يبعت لعمة على الموديل. صعي وردة أحلى، بس أضمن إذا رجعت أمل. هي وردة لا شك أوعية أشيك، ووشها أنظر، وعيونها أغزل، وشعرها أسبل، وحكياتها أظراف، وحركاتها أنغش، بس بتخوف. لا تخاف، ما رح يصير شيء، أنت آدمي وبعرفك ما رح تعملها. خليها لا تنقلها. هلا هذا هو رأيي. إيه حبيبي، هذا هو رأيي. إيه رأيي أنا؟ حكيتوا شي ليزعل؟ إيه ما حكيتوا شي. مرحبا وردي. الحمد لله على السلامة أستاذ. الله يسلمك، طلبي لي الأستاذ وسيم. الأستاذ وسيم استناك كثير، وقبل ما يروح قال إنه رايح على العناية المشددة. على العناية المشددة؟ بالعلامة، قال أبوك يدبق. شو قال؟ أبوك يدبق. هيك قال؟ ساوي لي فنجان قهوة. أنا ما بعمل قهوة هلا، درويش بيعمل لك قهوة. طيب ماشي، بس يجي الأستاذ درويش خليه يساوي لي قهوة. أبوك يدبق، طلبي لي الأستاذ وسيم. حاضر. شو صار بالأستاذ وسيم؟ يا علي انا ضلي عم تحاولي. ايه حاضر. صباح الورد يا احلى وردي. صباح الخير. لا شغلي مبدا انزعاج، عم نصبح بالورد مشان يكون نهارنا كله حلو. استاذ جميل مره تانية برجع بذكرك، انا ما بحب هالحكي. ساوي لي فنجان قهوة. بقول له لدرويش لما يجي يساوي لك قهوة. طيب بدي اجي لعندي الأستاذ وسيم، يا ريت تخليه يدخل فورا. حاضر. على فكرة إذا جابوا القهوة يا ريت تلكي إصبعتك فيها، بلكي بتحلى. بس دمه خفيف. ألو؟ أيوة؟ أنا آسفة، ما بقدر أعطيك موعد الساعة 12، المدير عنده اجتماع. بكرة. تكرم عينك، باي. مرحبا. أهلا. يا ريت يا آنسة وردة تتوردي علينا وتدخلي لعند السيد المدير وتاخدي لي إذن بالدخول. تفضل. دغري هيك؟ الأستاذ وصاني أول ما تجي تدخل لعنده فورا. ولو انه انا هالمرة كنت حابب اقعد معك واشرب فنجان قهوة، بس يبدو ما في نصيب. بتعملي لنا قهوة؟ هلا لما يجي درويش بيعمل لك قهوة. دخيلك، حطي لي اصبعتك فيها. ايه كمان. نعم استاذ. مو انا اللي بدي اياكي هالمرة، الاستاذ وسيم بده اياكي. نعم استاذ. أنسي وردي،
انت بتعرفي انا بكتب مسلسلات، وبمسلسل الاخير انا بحاجه لوحده حلوه وجميله، وشفتك انا بهالدور هذا، فشو رايك تجربي التمثيل؟ ويجوز كثير ها من قفا هالدور تصيري نجمه عظيمه. انا اسفه ما بحب التمثيل. شفت ما بتحب التمثيل؟ ما بتحبيه لانه ما بتعرفي حلاوته، بس تاكدي تمام بعد اول مشهد حصيري تحبيه كثير. الاستاذ وسيم بهي معه حق، انا مثلك كمان. اول شيء ما كنت حب التمثيل ابدا، بس بعد اول مشهد شطه صرت موت فيه للتمثيل. على فكره انت ما حتمثلي مع شخص غريب، انت حتمثلي مع الاستاذ جميل، وحيكون دورك انت وياه سوا، انتوا لحالكم بس. وبعتقد طالما اخذه وش على مديرك فما حتلاقي صعوبه بالتمثيل معه ابدا، فشو رايك؟ بس على حد علمي الاستاذ جميل بده يمثل مع الانسه امل بمسلسلك. مين امل؟ شو جاب سيرتها؟ مين امل؟ السكرتيرة اللي كانت قبلي، وعلى حد علمي انه عملتوا بروفات مع بعض. اكيد امل حكت لك، صحيح هن عملوا بروفات سوا، بس امل مو خرج الدور بنوب، مو مناسبة له بنوب، وبعدين الدور بده واحدة حلوة، امل بشعة، بده واحدة مثلك. الحلوات كتار بهالبلد، دوروا على غيري، عن اذنكم. انا ما قلت لك ما راح تقبل، لك ضروري تخجلنا. ابن ناقص. شلون بدنا ايه؟ شلون بدنا نحل وضعنا هلا؟ ما لنا غير امل. ايوه نعم. المدير لسه ما اجى. ايه بس يجي. تكرم عينك. مع السلامة. نعم استاذ. صباح الخير. صباح النور. تعال عندي شوي. حاضر. امتى اجى؟ ماله بالعادة يجي قبلي؟ وأنا مالي متأخرة، جاي على الدوام مزبوط. شو قصده من هالحركة؟ بده يشوفني إمتى بيجي. ماشي يشوف حقه. نعم أستاذ. الله ينعم عليكي ويخلينا والدينا ووالديكي. تعيش. نعم. عم قل لك الله ينعم عليك. يا شباب طلبتني قبل شوي، شو بدك مني؟ لك ما في شيء، ليش هيك طالع؟ خليك يسلموا لي الابابي. انا انا ناديت لك بس مشان متع ناظري برؤيه القمر. استاذ انا اجيت 8 بالضبط، ما تاخرت ولا دقيقه. حضرتك ساعتك مسبقه واجيت قبل الوقت. ساعه؟ ليش مين جاب سيره التاخير؟ يهروا اسناني كلهم اذا جبت هيك سيره. بس انا ناديت لك لحتى اشوفك يا ورده، يا احلى ورده بين كل وردات البلد. استاذ ما في داعي لهالحكي، عن اذنك. المدير المالي طلبك، احكي معه على الوزاره. يا حبيبي حيط بالبيت وحيط هون، كملت. صباح الخير. صباح الورد. اهلين استاذ وسيم. شلون الورد اليوم؟ شلون شايف؟ انا شايفه مورد ومهفف وعم تفوح العطر منه. شكرا شكرا. استاذ جميل موجود؟ لا لسه ما اجا. لا هلا ما اجا؟ ايه لسه الدوام يا دوب هلا بلش. المدير لازم يكون موجود اول واحد بمكتبه. ايه بس يجي هيك قل له تفضل استريح. شكرا. بتحب تشرب قهوه؟ والله معك بحب. كيف تشرب قهوتك؟ انا عاده بشربها حلوه، بس مرتي بتسقيني اياها مره بالزور كمان. مرتك يعني متزوج؟ شو بها؟ معناتها بتشرب القهوه مع الاستاذ جميل لانه بحبها حلوه كمان. شو يا لاقيكم؟ لو بعرفك انك جاي بكير بيجي من الساعه 7. انا فهمان عليك ليش عم تجي قبل الشحاده وبنتها. نسيت اقول لك صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. قوم انت، قوم قوم مثل احلاك. ممكن ادخل عند المدير يا السيد المدير؟ مشغول. علي انا هالحركه يبعث لك حمى من بين السكرتيرات. هالحجاج ما بتمشي علي، بتمشي على غيري. فهمتي ولا لا؟ نسيتي اني انا كنت قاعده معلك هون؟ لا ما نسيت. رجعي حبيبتي رجعي، اهلا وسهلا. اصلا انا هالشغله كلها مو عاجبتني. والله انا بعرف اللي ما بتعجبه شغله بيحل عنها بيتركها. بس مو بايدي هالشغله، بتعرفي ليش؟ ليش؟ المدير ما عم يرضى. ليش ما عم يرضى؟ لانه قال ما بيبدل غزلانه بقرود. هو
هو هيك قال؟ روح اساليه. ما بدي اساله، كذاب. عم تقولي عن المدير كذاب؟ ايه كذاب، وستين كذاب كمان، لانه بدل غزلانه بقرود. انتي غزاله انتي. شوفي ولي ورده، ليس الجمال باسواب تزيننا، وانما الجمال جمال العلم والادب. انت بتفهمي بالفن شيء؟ لا. بتفهمي بالادب شيء؟ ابدا. عندك موهبه تمثيليه سينمائيه مسرحيه دوبلاجيه اذاعيه؟ نهائيا. ايه ها، لكان انت القرد مو انا. قال لو لعلبة تنكي الحالة بتبكي لقحي. صباح الخير وردة. أنيسة وردة. صباح الخير أنيسة وردة. شو بدك؟ مو على أساس تمري لعنا وتعملنا زيارة على المكتب؟ ما عم بفضل الشغل فوق راسي. فوق راسك؟ وينه الشغل؟ الله يعطيك العافية، فعلا عم تتعبي. بس هيك هيك يا منظومة بتقطعينا فرد قطعة. والله المكتب بيحبك، قصدي انا بحبك. لا المكتب اشتاق لك وبحبك، يعني تمر عليه بين فتره وفتره. استاذ سالم. شو بدك؟ بدي وقع هدول الاوراق من المدير. بس يفضل المدير انا بوقع لك ياهم. بس مستعجل عليهم، بدي اخذهم معي. المدير ما له فاضي، عنده اجتماع ونبه علي انه ما حدا يدخل عليه ابدا وما حدا يزعجه. وردي شبك انت؟ صباح الخير. أهلين مدام. الأستاذ جميل موجود؟ لا مو موجود. شو بقدر أخدمك؟ لا هو إذا حبيتي تخدميني رح تخدميني، ووقتها رح أعطيكي مكافأة كتير محرزة. شو قصدي؟ قليلي شو بتعرفي عن جميل؟ من أي ناحية؟ ولو معقولة ما تكوني فهمتي قصدي؟ على كل رح أسألك بصراحة، شو أسامي الستات اللي بيجوا لعند الأستاذ جميل؟ اطمني مدام، ستات من يلي ببالك منهم ما في. أنا كنت متأكدة من هذا الشيء، بس ما بعرف. امبارح اتصلت بجميل وحدة اسمها سهير، طلبته وحبت تحكي معه. بتعرفي وحدة اسمها سهير؟ ما بعرف. لا أنا، حاولي تتذكري. ما بتذكر، إجت على المكتب وحدة اسمها سهير. ايه. طيب جميل مطول ليجي؟ هذا وقته. ممكن استناه بالمكتب؟ طبعاً، تفضلي. خليكي قاعدة. ليلي 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 ليلي